تبعتي هذا الشكل النضالي ردا على التوقيفات لا قانونيه ولاد السورية التي طالت خيرة مناضلي ومناضلات الأسرة التعليمية. نقول لأصحاب هذا القرار لاد السوري لا قانوني أن الموقوفين لازالوا صامدين وبروح معنوية عالية لا يخشون أي قرار مهما كان. فأقصى ما يمكن أن يصدر عن هذه الحكومة وهذه الوزارة هو العزل وهو الاعتقال السياسي. نحن لا نخشى لا العزل ولا الاعتقال ولا أي شيء ما دام أن الأساتذة والأستاذات خرجوا من أجل الدفاع عن حق عادل ومشروع هو الدفاع عن كرامة رجل التعليم. معركة الدفاع عن الكرامة ما لازالت مستمرة وهذه التوقيفات لن تخيفنا ولن تنال من عزيمتنا. لازلنا مستمرون في النضال من أجل مطالبنا العادلة والمشروعة. نؤكد الرأي العام أن ما تم الاتفاق عليه مع هاد الشركاء الاجتماعيين الذين خانوا الشغيلة التعليمية لم يتم تحقيقه لحدود الساعة على أرض الواقع. لا زال الأساتذة والأستاذات ينتظرون الفتات الذي ألقي أو الذي ألقته الوزارة في وجه من حاورتهم الذي يمثل الشغيلة التعليمية هي التنسيقيات المناضلة في الشارع والمرابطة منذ 6 سنوات والمرابطة في الشارع منذ 5 أكتوبر. معركتنا لا زالت مستمرة وبهذه المناسبة نحيي أساتذة هذا الإقليم الصامد هذا الإقليم العصي عن كل الأشكال التخويف والترهيب التي تطال الأساتذة والأستاذات من مختلف الجهات. نحييهم عاليا على تضامنهم وصمودهم وعلى تغطيتهم لأجور الأساتذة والأستاذات منذ توقيفهم ولا زال في جعبتهم الكثير. الأساتذة مستعدون لتحصين الموقوفين ماديا لسنوات وليس لأشهر. وبالتالي فهذه المقاربة مقاربة التجويع التي تنهجها حكومة الباترونة حكومة تدار المصالح لن تجدي نفعا مع هذا الجيل الأستاذي الجديد الذي رفع شعار الكرامة والذي جعل الكرامة أهم من أي شيء. وتحيه التواجد ديالنا اليوم من داخل المديرية الإقليمية للتربية والتعليم مديرية طنجة أصيلة كان استجابة لنداء الشغيلة التعليمية الرافضة إلى هذه التوقيفات التعسفية الصادرة في حق زملائنا. أزيد من 200 أستاذ لا زالوا إلى حدود اللحظة موقوفين لا لشيء إلا لانخراطهم منذ بداية الموسم الدراسي في معركة تخص الشغيلة التعليمية ككل بل أكثر من ذلك تخص الشعب المغربي ككل طالما أن دفاعنا هو دفاع عن المدرسة والوظيفة العموميتين. يعني تفاجأنا في بداية هذا الموسم الدراسي بصدور نظام أساسي مجحف في حق الشغيلة التعليمية مجحف في حق المكتسبات التاريخية لكل أبناء الشعب وجابهناه وواجهناه باعتصامات بإضرابات نتوخى منها الاستجابة للمطالب ديالنا. مارسنا حقنا الدستوري حقنا العادل والمشروع اللي كتكفلوا لنا كل المواثيق الدولية في الرفض ديال هاد المخططات التصفوية عوض ما أننا نتلقاو إجابة للمطالب ديالنا كفيلة بأنها ترجعنا إلى الحجرات ديالنا الدراسية كفيلة بأنها ترجعنا إلى وسط الأبناء ديالنا اللي هما التلاميذ والتلميذات ديالنا. فالدولة قابلتنا بسياسة الآذان الصماء تقريبا إلى حدود اللحظة ما كاينش استجابة مازال لحدود اللحظة ملفات عالقة وأكثر من ذلك كيف ما شرت أزيد من 4 أشهر مازالوا الأساتذة متوقفين أزيد من 200 أستاذ. الأساتذة اللي تم الإرجاع ديالهم بعد 2 شهر ديال التوقيف من دون أجور تلقوا توبيخات وإنذارات فعلا فاش تم الإرجاع ديالهم تم إرجاع الأجور ديالهم ولكن لحدود اللحظة مازال الزملاء ديالنا كيف ما شرت بدون أجرة وتوقيفهم هو توقيف تعسفي بدون موجب.
الحق. الشغلة التعليمية اليوم عبرت بمختلف يعني المواقع ديال النضال على المستوى الوطني على التشبث ديالها بهاد الأساتذة هادو، والتشبث ديالها بالملف ديالها العادل والمشروع، بالمطالب ديالها العادلة والمشروعة. ولا زال في جعبتنا الكثير. نوجه رسالة إلى الوزارة الوصية على القطاع من أجل أنها تستجب للمطالب ديالنا. الاستجابة للمطالب ديالنا هي الكفيلة بإيقاف هذا الاحتقان اللي كيشهدوا قطاع التعليم. لا زال في جعبتنا الكثير ولا زلنا مستمرين على درب النضال. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.